السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض ازاي ارسم السيلينج بميل. فهاجي هنا اقول له سيلينج وهبدأ ارسم سكتش سيلينج اهوت و سيلينج عادي اهوت. هعمل سيلكت مثلا على الاتنين دول وهقول له ديفاين سلوب فيبدأ يعمل السلوب. طيب هل هيوافق ولا مش هيوافق؟ خلينا نجرب. موافقش. موافقش ليه؟ هو عشان يقبل لازم يكون الميل في ناحية واحدة، يبقى دوت لازم اشيل منه الديفاين سلوب. اوكي طيب ده انا عايز السلوب يكون معمول بالشكل ده على شكل مثلث. طب الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها بسيط، انا صغرت نص الغرفة اهوت تمام. ممكن تيجي تقول له توب وتقول له اعمل لي ميرور من هنا لهنا. طيب تعالى بقى نشوفها في ال 3D، هتلاقي السيلينج بقى فيه اسلوب بالشكل دوت.